بيرك لا تضل ساكت هيك، بترجاك احكي شي. انت ولا حتى بكيت كمان. انا منيح. اسمع، انا متفهم انك مصدوم، بس لا تحبس زعلك ولا بعدين ممكن تنفجر وتسوء حالتك، وكمان اذا ضليت هيك ممكن تمرض. فضفض همك. انا منيح دوروك، لا تشغل بالك. مو باينتك منيح ابدا، بس مثل ما بدك. ابني اجا واحد من الشرطه وعطاني غراض ابوك الخاصين يلي كانوا معه. طب انت يلي وصلت لهي الحاله يا حقير، اتركني. ما قدرت اطلع فيهم، بس انت بركي بتحب تحتفظ فيهم. اتركيهم هنيك امي. يا ترى قالوا لكم شو سبب الوفاة؟ على الاغلب السبب وقع على الارض وضرب راسه وهيك مات بسبب النزيف. حادث بالبيت وما حدا له علاقة. حادث وما حدا له علاقة. رسول أوزكايا بجلالة قدره زحطت رجله ووقع ومات بهالبساطة. يا عيني شو هالحياة، غريبة كتير. اتصل فيكي لتجي عبيته، بعدين اتصل بسوزان كان رح يخليكم تشوفوا الفيديو، بعدين كلياتكم تروحوا لعند الشرطة. مفكر انه يحطني بالحبس. ايه هو هيك قال، لو ما وقفته كان رح يروح لعند الشرطة. بس ما صار مثل ما بده، وقع بالفخ تبعه. شو صار؟ وقع بشر الأعمال اللي كان عم يعملها وضرب راسه ونزف كتير ومات. هو حفر قبره بإيديه. بترجاك لا تقول هيك، أنا كتير متضايقة ومقهورة. صحيح الرجال وقع ومات، بس نحن كنا السبب. أنا كتير زعلانة ومتضايقة. شو يعني أنا عم بضرب على الطبل وغني وارقص وأنا زعلان؟ والله زعلت. بتمنى لو ما صار هيك، بس رسول حاول يساوي شغلات أكبر منه وهو لقى نهايته. أنا تعبت كتير اليوم، والله حاسس كأني رح أموت من تعبي. يلا عن إذنك أنا رايح. لوين؟ لوين بدك تروح؟ رايح على بيتي. اي خليك هون. وشو المناسبة؟ إذا أنت منتبهة نحن عم نتطلق. يعني رح نتطلق؟ بعد كل اللي صار لسه بدك يانا نتطلق؟ مو هيك؟ نبهات والله أنا أحياناً بلاقي صعوبة إني أفهمك. يعني شو علاقة طلاقنا بهي الحادثة يا ترى؟ يعني كنا بدنا نتطلق بسبب رسول أوزكايا، بس بعد ما مات الرجال بطلنا نتطلق؟ والله أنا ما عم بفهمك نبهات. تعرف إني زتيت حالي على الخطر مشانك؟ هو كان بده يروح يشتكي عليك للشرطة وتنحبس، بس ضربته عراسه وتلوتوا إيدي بالدم بسببك. لا تؤاخذيني، مو بسببي أنا، كل شي بسبب عمايلك أنتي. لو ما رحتي وقلتي له يتحرى عني، ساعتها ما كان شاف هداك الفيديو الوسخ وما كان صار كل اللي صار وما عشنا هاي الحادثة. بس عشناها عاكف، عشناها كلياتها. أنا سويت كتير شغلات مشانك. إذا لساتك مصر تروح مثل ما بدك، وأنا رح روح على الشرطة ورح أحكي لهم كل شي. شو؟ إيه رح روح، لأنه أنا ما بستحق إني أبقى هون لحالي. بدي روح لعند الشرطة وأحكي لهم كل شي عن هداك الفيديو وعن اللي صار بفيلي. رح كمل الشغل اللي تركه رسول بنصه. عم تهدديني نبهات؟ انت عم تهددي عاكف اتاكول؟ ماشي
برافو هددي. يلا روح احكي لهم شو صار مع فيلي، وانا بروح لعند الشرطة وبحكي لهم شو صار برسول، وبعدين منصير نبعت رسائل لبعض ونحن بالحبس عن طريق الحمام. نبهات، حطي عقلك براسك، لا تهدديني ابدا. اذا انا كنت غلطان ومذنب فانت كمان غلطانة ومذنبة، وهلا سكري تمك وقضي وقت حلو ببيتك، فهمتي؟ يلا بخاطرك نبهات. لوين بدك تروح؟ على مكان ما تكوني موجودة فيه ابدا. عاكف عاكف وقف، عاكف استنى، انا عم احكي معك، ممكن توقف؟ انا ما فيني اسمح لك ابدا تتركني وتروح وانا بهالوضع لو سمحت. اسمعيني انا بترجاكي نبوش، لا عاد تلحقيني اكثر، بكفي بقى. ما بيصير والله، انا ما فيني اتركك ابدا، ما بقدر اعيش من دونك لحظه. أنا خلص مليت، ليش ما بدك تفهمي؟ والله انا مليت وراح انفجر. ما عم بستوعب انت ليش بدك تستمري بهذا الزواج مع رجال ما بيحبك وما بده اياكي. عاكف لو سمحت اسمع، قديش صرنا متزوجين وعنا حياتنا، انا ما فيني ضل لحالي بهذا البيت. اسمعي نبهات، انت مره حلوه وذكيه، انت عندك القوه لحتى تقدري توقفي على رجليكي، ليش يعني مصره تحولي حياتك لحبس وتضلي بهالجحيم بهيك زواج منتهي وما عاد في منه اي امل؟ بترجاكي لا تساوي فيني هيك. عاكف بدي احكي مع المحامي، رح خليه يستعجل بالقضيه، لهيك رجاء لا عاد تسببي لي مشاكل وخلي هذا الموضوع ينتهي باسرع وقت. يلا بخاطرك. آسيا عن جد أنت منيحة؟ الدكتور قال إذا لسه في وجع بتقدري بتضلي بالبيت يومين ثلاثة كمان. لا أنا بجيب لك كل الدروس اللي رح ناخدها اليوم بلا ما تتعبي حالك. لا ما في داعي. لإمتى رح يضل هالزعل بيناتنا؟ أنا عم أسحب الكلام من تمك سحب، تطلعي بوشي. أمل جهزي حالك بسرعة مشان أخدك لعند خالي صباحات. شو اللي عم ترسمي مع كل هالحماس؟ بكرة عيد ميلاد أبي، بدي أرسم له هالرسمة هدية. طلعي، رح أجمع ورود من جنينة خالي صباحات وساويها إطار، رح تعجبه مو هيك؟ أي حبيبتي كتير رح تعجبه. رح نروح على القبر مو هيك؟ ايه طبعا منروح، وبتعطي الرسمة. رح تروح معنا مو هيك اخي؟ طبعا حبيبتي امل، معقولة ما روح؟ سألتك لانه انت واختي آسيا متزعلين، اكيد اذا انتو رحتوا مع بعض لهنيك بينبسطوا كتير. صباح الخير يا اولاد. آسيا ليش لابسة تياب المدرسة؟ لازم تنامي وترتاحي، ما سمعتي الدكتور؟ لا تعملي هيك، يلا يلا قعدي ارتاحي. لا ما في داعي ضل بالبيت، ما بدي روح علي دروس، بعدين أنا منيحة لا تشغلي بالك. ايه طيب حبيبتي مثل ما بدك، سويت لكم أطيب فطاير، صحتين وهنا. خود عمر. ليش عذبتي حالك؟ كنا أكلنا أي شيء. لك حاجتك بقى، المفروض تاكلي أكل مغذي، شلون يعني؟ الدكتور قال لازم تنتبهي على أكلك مو هيك؟ رح تاكلي مو هيك آسيا؟ ها وانتي أمولة؟ ايه باكل. وعمورتي كمان. يلا صحتين وهنا. طيب بدي شوف عمكن قبل ما يروح. ماشي مرت عمي. عمر وكن dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden öyle yine de ışık aramakla geçecek hayat.